المرأة الأفريقية أيقونة الإبداع الأفريقي وأيقونة الإبداع الإنساني. في المؤتمر ده اتناقشت محاور كتيرة، ارتبطنا بمعاهدنا العريقة في أكاديمية الفنون، المعهد العالي للسينما والمعهد العالي للفنون المسرحية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي للفنون الشعبية. الحقيقة معهد الكونسيرفاتوار ومعهد الباليه ومعهد الموسيقى العربية أساتذتنا قدموا 70 بحث، تم إرسال 40 بحث كامل وما زالت الأبحاث ترد، سيتم طباعة الكتاب. وأيضا هذا المؤتمر اختلف عن المؤتمر الأولاني لأن الحقيقة شارك فيه أكتر من 15 دولة، وما أقدرش أنكر الدور اللي اتعمل في الأكاديمية، تكامل المجهود ودعم الوزارة لينا. وأشكر حقيقة دكتورة إيناس عبد الدايم ومعالي رئيس الوزراء وأستاذ دكتور أشرف زكي، والحقيقة الدكتورة غادة جبارة بكل اللي قدمته للمؤتمر، لأن كان في دعم كامل الحقيقة للعمل. بالإضافة إلى أن أشكر كل الدول اللي شاركت معنا، سواء دول الشمال الأفريقي أو باقي الدول الأفريقية. بس الحقيقة لازم أشير إلى أن دولة اليمن وسلطنة عمان والعديد من الدول المرتبطة بالثقافة الأفريقية شاركوا معنا، زي النرويج وزي فرنسا، وكل اللي عايز أقول إيه، التناغم الإنساني اللي تم في مؤتمر المرأة بين بعض الحاجات اللي على رأسها إن تناول الإبداع في الفن الأفريقي قد يكون له أوجه دعم للسياسة. في النهاية لازم أقدم شكري لكل الفنانين اللي مشاركين بفقرات، سواء الفنان دكتور تامر يحيى أو الفنانة هدى بن عمر من تونس أو أمال نهاريا من الجزائر أو السيدة نجاة نجاح من المغرب. وأقدم شكري للدكتورة أمنية مهنة من جامعة أكسفورد في بريطانيا وكل الناس اللي قدمت لنا فقرات إهداء منها. وطبعا لازم أشير إلى أن الأكاديمية بتجربتها الإلكترونية بتدعم لنا خط جديد لإقامة مؤتمرات أكثر اتساعا وأكثر تواجدا، وإن شاء الله السنة الجاية هنقدم المختلف. شكرا لأكاديمية الفنون، شكرا لمظلة وزارة الثقافة الراعية للمؤتمر، شكرا لمعالي رئيس الوزراء وكل المجهود المبذول لإنجاح المؤتمر. من مهران.